مساء الخير. إنه مما لا شك فيه أن تحقيق الاستقرار الوظيفي يمثل أحد أهم العوامل التي تساهم في خلق جو من الإبداع والتطوير. فالهشاشة التي تعاني منها الطبقة العاملة تتطلب رفع التحدي ليس فقط بالدفاع عن المكاسب التي حققتها الأجيال السابقة، ليس فقط بالدفاع عن المكاسب التي حققتها الأجيال السابقة من الكادحين، ولكن كذلك من أجل نزع مكاسب جديدة وربط النضال الاقتصادي النقابي بالنضال العام من أجل مجتمع جديد. فالهشاشة في مفهومها العام تعني صعوبة الجماهير في تحقيق شروط العيش الكريم من سكن لائق وتطبيب وتمدرس. فالهشاشة وما يصاحبها من تفقير عام قد أوقعت تحولات هامة في التشكيلات الاجتماعية الوطنية. من هذا المنطلق نبدأ بورقة للأستاذ جمعة بن خليل، عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام، فليتفضل. مساء الخير جميعا. في البداية بس يعني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني أعضاء الأمانة العامة، نتقدم بالشكر الجزير إلى الأخوة في جمعية المنبر التقدمي على هذه الدعوة وعلى هذا يعني للمشاركة في هذا الموضوع الحيوي اللي أصور يعني أصبح اليوم ظاهرة. بداية لربما يعني في حاجة إلى يعني إلقاء الضوء على يعني خلفيات هذا الموضوع. كما تعلمون أن العقود يعني المؤقتة هي ظاهرة اليوم، أصبحت ظاهرة عالمية وليست يعني ظاهرة محلية أو عربية. خلي الليت ما تشوف. أوكي. فمثل ما قلت إن هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية، والظاهرة قد حصلت يعني طبعاً لم تكن وليدة اليوم، ولكن يعني من عدة سنوات بسبب يعني تحولات كثيرة نتيجتها طبعاً مثل ما تعرفون هناك زيادة في قوى رأس المال وضعف في القوى النقابات والعولمة. كل هذه الأمور طبعاً أدت إلى يعني حدوث مثل هذه الظاهرة. كذلك يعني هو هناك انتقال لحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدول، والتحولات مثل ما تعرفون يعني كانت في السابق يعني ترتكز على يعني التشريعات والقوانين واعتمدت عليها، أما الآن يعني طبعاً عقب ما صارت هذه أصبحت هي ظاهرة لهذه يعني الأسباب. وإذا كنا يعني كنا في السابق دائماً نستند إلى القوانين والتشريعات والمعاهدات الدولية، اليوم أصبحت هذه الدول والمؤسسات تستند إلى العقود المؤقتة. لذلك يعني يعني كان على الدولة يعني الكثير من يعني مثل ما نقول الجهود في عملية يعني خلق مؤسسات اقتصادية فيها يعني عمل مستدام يؤدي إلى وجود عمل واستقرار في يعني في الجانب الاستقرار الوظيفي. طبعاً نبتدي إحنا طبعاً كمقدمة مثل ما تشوفون طبعاً لقد تزايدت ظاهرة استخدام ما يسمى بنظام العقود المؤقتة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة في البحرين بسبب وجود ثغرات في القانون. إذا أعطى القانون مساحة كبيرة للعقود المؤقتة سواء كانت تحت بند محدد المدة أو التدريب تشريعاً قانونياً، ما جعل الكثير من المؤسسات في القطاعين تستقل هذا البند، مما شكل عاملاً رئيسياً في قضية عدم استقرار الوظيفي وتدني الأجور، حيث أصبحت هذه الممارسة تحمل مفهوماً اقتصادياً بحتاً يهدد مستقبل الشباب البحريني. طبعاً إذا ما أردنا أن يعني نلقي الضوء على ما جاء في القانون في الباب الثاني عشر من قانون العمل، هناك في مواد لها علاقة باللي هو العقود محددة المدة، وهي طبعاً تنتهي بانتهاء مدة العقد. كذلك يعني كما ترون أن إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق
صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى. كذلك عندك المادة 97، إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل. كل هذه مواد للأسف الشديد لا تخدم العامل البحريني لأنها هي مؤقتة ولا تصب، وبالدرجة الأولى كان من المفترض يعني أن أي عامل بحريني لا يمكن يعني أن نضع له مثل هذه العقود المؤقتة، يجب أن تكون هناك عقود دائمة لكل مواطن بحريني. طبعا هي مجرد سرد للجانب القانوني أو المواد في طبعا المادة 98 مهمة، لكن للأسف الشديد تم استغلالها. يعتبر العقد غير محدد المدة في الحالات التالية: إذا أبرم العقد دون تحديد مدته، إذا أبرم العقد لمدة تزيد عن 5 سنوات. للأسف الشديد مثل ما تعلمون اليوم كثير من المؤسسات والشركات بمجرد ما يوصل العامل أو الموظف ما قبل نهاية المدة يتم فصله واستغناء عنه، وأما أنه يجددون العقد ويبتدي بشكل جديد، أما يأتي عامل آخر مكانه. إذا زادت مدة العقد الأصلية والمحددة على 5 سنوات، إذا استمر طرفا العقد محدد المدة في تنفيذه، كل هذه بنود تعطي الحق للعامل في أن إذا يعني أصبحت يكون هو محدد المدة غير محدد المدة. طبعا عندنا التوظيف تحت بند التدريب. التوظيف تحت بند التدريب إذا لم ينتهي بتثبيت العامل وإحلاله مكان العامل الأجنبي فلا فائدة منه. اليوم مثل ما تدرون وعرفتوا وكثير من المؤسسات سواء كانت في التدريب في الطيران في المعهد البحرين كلهم في كثير منهم راحوا شركات ودرسوا وفي النهاية قالوا لهم خلص وقت التدريب وتم الاستغناء عنهم. بالتالي هذه مجرد استخدام لهذه المادة أو لهذه يعني المادة في هذا الجانب من أجل بس الشو مثل ما نقول، ومن أجل يعني إطفاء أن هناك في توظيف، وبالحقيقة لا يوجد هناك توظيف. عدم التزام الشركات للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام بعقود التدريب التي يتم توقيعها مع تمكين والحصول على الدعم. طبعا أصبحت هذه ظاهرة، كثير من المؤسسات تسوي اتفاقيات وعقود مع تمكين من أجل الاستفادة من الدعم، وبالتالي يتم عقب فترة يتم الاستغناء عن العامل و جلب عامل آخر بنفس السياسة والحصول على الدعم. وهذا في الحقيقة مثل ما هو يعني واضح يعني هو هدر للأموال العامة، وبالتالي الاستفادة أو استغلال العامل استغلال غير يعني صحيح في هذا الجانب. ظاهرة العقود المؤقتة تشكل تهديداً للاقتصاد الوطني وتستنزف الأموال المرصودة للتدريب. أكيد مثل ما قلنا إحنا أن هذه الأموال اللي موجودة صح للتدريب، ولكن ما بعد التدريب، هل هو الإحلال أم أن مجرد تدريب وتسريحهم ومن ثم تدريب وتسريح وتدريب وتسريح، وهذا هدر للأموال. العقود المؤقتة طبعاً تتلاعب الكثير مثل ما قلت أنا بعض الشركات على قانون العمل الذي ينص على توظيف البحريني بشكل دائم بعد مرور 5 سنوات على العقد بشكل تلقائي، حيث يتم فصله من العمل قبل انتهاء العقد ومن ثم يتم إرجاعه بعقد جديد. مثل ما قلنا سياسة واحدة يستفيدون منها يستغلون الأموال، ومن ثم يتم فصل العامل وإتاء بعامل آخر وهلم جرى في هذا الجانب. قانون العمل الأهلي طبعا لا يميز بين العامل البحريني والأجنبي، وهذا ما يجعل العامل البحريني في تهديد مستمر لغياب حقه في الضمان الوظيفي. طبعا مثل ما تعرفون اليوم طالما أن القانون لا يميز فمن باب أولى بالنسبة حق صاحب العمل أن يستغني عن المواطن ويظل عند العامل ذوي الدخول أو الأجور المتدنية
فهو المستفيد والمتضرر هو طبعا العامل البحريني. العقد المؤقت يسلب حق المواطن البحريني بالمطالبة بحقه في الامتيازات التي يحصل عليها العامل البحريني الذي يعمل بعقد دائم. طبعا مثل ما تعرفون العقود المؤقتة فيها بعض الحقوق اللي يحصل عليها يمكن الضمان التأمينات، لكن باقي الأمور فيما يتعلق بالبونس، بالإجازات، بالعلاوات المواصلات وكثير من العلاوات اللي لا يحصل عليها العامل بالعقود المؤقتة، وهذه طبعا يعتبر نوع من التمييز في هذا الجانب. طبعا مثل ما تعرفون من المفترض ان هذه العقود المؤقتة يعني من المفترض لا تكون حق المواطن البحريني، وهي اصلا وجدت من اجل يعني اللي هو إبرام هذه من أجل مشاريع معينة تنتهي بانتهاء طبعا هذه المشاريع أو هذه العقود بانتهاء المشاريع التي وجدت من أجلها، ولكن للأسف تم استخدامها بشكل مستمر ومتواصل في هذا الجانب. طبعا مقاولي الباطن طبعا هي مشكلة أنا أشوفها أكبر تعقيدا من العقد المؤقت. مثل ما انتم شايفين ان كثير من الشركات استفادت من هذه الجانب وتضرر فيها العامل البحريني. معظم الشركات الكبرى طبعا تلجأ الى المقاول الباطن، وهو من خلاله يأتي بكثير من العمالة المهاجرة ويستفيد منهم كأجور متدنية، وبالتالي يعني فرصة ان المواطن يحصل على وظيفة او عمل في هذه المؤسسات يكون يعني إن قلنا ما في بشكل معدوم يعني شيء بسيط. لذلك يعني هي مشكلة لابد يعني مراجعتها، وكيف أن هذا العمل الباطن يؤثر على المواطن البحريني في ظل طبعا مثل ما تعرفون البطالة وعدم وجود يعني مثل ما نقول اللي هو الوضع الاقتصادي الصعب اللي تمر فيه البحرين والمنطقة. طبعا ظاهرة العقود المؤقتة تشكل تهديد للاقتصاد الوطني وتستنزف الأموال مثل ما قلنا، لأنها هي أصلا من الأساس هي وجدت لمشاريع معينة، وأيضا كذلك تستنزف الأموال التدريب. ليش؟ لأن كل الشركات تدرب وفي النهاية ما في وظائف، فهذه الأموال تروح هدر. بالتالي هذه الشركات تقوم من خلال المقاولين في الباطن يأتون بالأجانب أو يعني العمالة المهاجرة ويحلونهم أو يعني يقومون بهذه الأعمال. طبعا احنا في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أكيد عندنا وجهة نظر في هذا الجانب، وسبقا يعني تم طرح هذا الموضوع والتحدث في أكثر من ندوة. يمكن إخواني وأخي أبو قاسم بعد هني كان قدم بعض الأمور فيما يتعلق برؤية الاتحاد في العقود المؤقتة. احنا نرى في هذا الجانب أن يجب أن لا تكون هناك عقود عمل أو للعمال مؤقتة للبحرينيين الذي يعملون في المؤسسات الخاصة والرسمية. طبعا أصلا في القطاع العام لا يوجد قانون يعني أنا أتصور يسمح بالعقود المؤقتة، ما في قانون. ربما قانون في القطاع العام مادي الخاص موجود بنود لها علاقة بالعقود المؤقتة، ولكن في المؤسسات الحكومية لا توجد. فكيف إن وجدت هذه المخالفات ومن المسؤول عنها؟ أتصور هذه سؤال يطرح نفسه. عقود العمل الحكومية أما أن تكون دائمة أو أن لا يطول أجل العقد أكثر من عام، فليس هناك في البحرين من قانون يجيز لمؤسسات الدولة بأن تقوم بهذه الممارسات أو المخالفات إنجاز التعبير. هناك تمييز، نرى أن هناك تمييز بين عمال العقد المؤقت وعمال العقد الدائم في الامتيازات اللي يحصلون عليها. مثل ما ذكرت سابقا أن هناك في تمييز، اللي يعمل بالعقد الدائم طبعا يحصل على كل الامتيازات بما فيها يعني التأمين الصحي،
التأمين الاجتماعي، البونس، المواصلات، كل العلاوات، في حين أن يعني أصحاب العقد المؤقت ما يحصلون على غير الصور اللي هو الضمان الاجتماعي. طبعا مثل ما تعرفون طبعا هناك في اتفاقية عدم التمييز 111 والتي وقعت عليها البحرين. أنا أتصور اليوم هي تعزز دور العمال في دحض ممارسة التمييز بين العقود المؤقتة والدائمة، ولا بد أن احنا منظمة العمل الدولية أكيد طبعا احنا طبعا هذه احنا مجرد كمثل احنا حاطين او يعني كاتفاقية موجودة تعزز دورنا وتعطي الجانب النقابي والمنظمات النقابية ان يكون لها دور في هذا الجانب وتضغط من هذا الجانب على اعتبار ان هي منظمات دولية تعزز دور يعني عدم ممارسة التمييز في هذا الجانب. طبعا ايضا هناك انا اتصور لابد من توصيات او يعني نقول امور لابد من طرحها ويعني السعي في تنفيذها في هذا الجانب. طبعا تاكيد على اهميه مراجعه الثغرات الهشه في قانون العمل التي يتم استغلالها من قبل اصحاب العمل. طبعا مثل ما ذكرت انا القانون عطى مساحه كبيره من يعني لاصحاب العمل في انهم يستقلون هذه البنود في عملية اللي هو العقود المحددة، وبالتالي كل عقد سنة ويتم تجديده أو قبل 5 سنوات ويتم إنهائه ومن ثم عقد جديد. لذلك لابد أن يكون هناك في يعني مراجعة لهذا القانون. طبعا لابد من وقف توظيف يعني البحريني او المواطن البحريني بعقود مؤقته. من المفترض ان يكون هناك عقد دائم لاي مواطن سواء كان في مؤسسات الحكوميه او المؤسسات الخاصه. طبعا ايضا يجب على جميع مؤسسات القطاع العام والخاص بان تلغي جميع العقود المؤقته وتثبيت العامل البحريني بشكل مباشر ودائم. طبعا من الاشياء المهمه طبعا على مجلس النواب ان يقوم بمسؤولياته الدستوريه من اجل تثبيت كل بحريني يعمل بعقد مؤقت، وهذا طبعا هو حق دستوري للمواطن البحريني ان يكون مستقر في عمله، وطالما انه هو لا يعني يكون مستقر من خلال عقود مؤقته وبالتالي هذا ينعكس عليه وعلى اسرته وينعكس على المجتمع جميعا. طبعا من الامور المهمه جدا طبعا نرى انه يجب تفعيل دور الحوار الاجتماعي العمالي والتشريعي من اجل الحفاظ على حق العامل البحريني في الاستقرار الوظيفي. مثل ما تعلمون ان لا يوجد هناك حوار اجتماعي، كل القرارات يعني تكون احاديه وكل القرارات تاتي فوقيه، يعني حتى المنظمات سواء كانت النقابية أو مؤسسات المجتمع المدني لا تشارك في كثير من الأمور اللي لها علاقة سواء كان بالعمال أو حتى لها علاقة بالتشريعات العامة. لذلك لابد من وجود هذا الحوار، لأن التشريع هذه إذا ما لم يكن هناك فيه رؤية من المنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني أنا أتصور أكيد سيكون هناك استفراد لهذه القرارات ومن ثم يعني صياغة هذه القوانين والتشريعات بما يخدم بعض الأطراف، وبالتالي هو يعني الطرف الضعيف اللي هو العامل البحريني. طبعا هذه تقريبا معظم عدا أن على الدولة خلق مؤسسات اقتصادية حقيقية تتسم أعمالها بالاستدامة. يعني هذه المؤسسات الاقتصادية طبعا أنا أصور يعني تتسم بالاستدامة وليس قائمة على العمل يعني بمجرد يأتي عمل وينتهي ويروح، لا، في مشاريع اقتصادية كبيرة. طبعا أنا أصور كانت في السبعينات والثمانينات كانت في مشاريع اقتصادية، منها المشاريع اللي وجد فيها شركة غاز البحرين الوطنية، البتروكيماويات، بعض المشاريع الاقتصادية اللي فعلا
كانت وما زالت يعني فيها الأعمال مستدامة، وبالعكس حققت الكثير من الأرباح سواء كان على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى العالمي، ونجاحات كثيرة. لذلك اليوم لو كان عندنا مشاريع اليوم كبيرة، ويعني هذه الأموال التي هدرت في كثير من المواقع في المشاريع الفاشلة وأن وجدت في مصانع لما كان هاي حالنا يعني صور ووجود هالبطالة بهذه النسب المرتفعة. طبعا في ختام هذه الورقة البسيطة اللي يعني ألغينا الضوء عليها يعني بشكل الصور يعني بس وصلت للنهاية، لكن يعني اللي أحب أقوله طبعا إن إحنا ألغينا الضوء ولو بشكل يعني متواضع على هذا الجانب، والصور أكيد الأخوان في اللي معاي بيلغون الضوء على كثير من الأمور والجوانب الأخرى، ولكن إحنا وجدنا إن هذه الأمور المهمة اللي ممكن يعني نلغي عليها الضوء بشكل يعني مسلط ومركز، وبالتالي هاي الأهم. يعني لن ندخل في تفاصيل كثيرة، ولكن هناك في مواضيع كثيرة لها علاقة بما يتعلق باللي هو العقود المؤقتة، ولكن يعني أصور أكتفي أنا بهذا القدر، وإن شاء الله يعني نكون يعني عند حسن الظن، وشكرا. انتهاء بما توصلت إليه ورقة الأستاذ جمعة من مال العقود المؤقتة من تهديد للاقتصاد الوطني واستنزاف للمال العام، بالإضافة إلى ما لها من تأثير كبير على المواطن، ننتقل لورقة الأستاذ حسين النهاش، يلقيها الرفيق فيصل خليفة، فليتفضل. مساء الخير الرفيقات والرفاق، الضيوف الكرام. اعتذر الرفيق حسين النهاش لوجود حالة وفاة عنده، فألقي بالنيابة عنه ورقة الرفيق حسين. تعريف عقد العمل المؤقت: هو عقد يعتبر من أنواع عقود العمل المحددة المدة، وهو يعرف على النحو التالي: هو عقد عمل محدد المدة ولكن ليس الزمنية، بل مربوط بأداء دراسة أو مشروع معين، وهذا النوع من العقود يتم إبرامه لإنجاز عمل ما لمدة محددة بوقت معين قصر أم زاد، ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ انتهاء معينين في العقد. أما عن عقد العمل المؤقت فلا يختلف عن عقد العمل المحدد المدة من ناحية سريانه عبر الزمان، وإنما الاختلاف بينهما عندما يتم تحديده بأداء عمل ما. ففي هذا النوع من عقود العمل يكون العقد من قبيل عقود العمل لإنجاز عمل معين، ويتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده في عقد العمل، ويحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها. المادة 97 تنص على أنه في الفقرة ألف: إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل. باء: إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين جاز تجديده باتفاق صريح بين الطرفين لإنجاز أي عمل أو أعمال أخرى. وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل. فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل. وإذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه جاز تجديده باتفاق صريح بين الطرفين. تصور
بين الطرفي وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على 5 سنوات فلا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال. أما إذا انتهى عقد العمل مبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفا في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة. محتوى عقد العمل المؤقت: يحتوي عقد العمل المؤقت على البيانات الجوهرية لطرفي العقد وخاصة البيانات الآتية: 1- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل ورقم القيد في السجل التجاري. 2- اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته. 3- طبيعة ونوع العمل ومدة العقد المؤقت أو طبيعة العمل المطلوب إنجازه. 4- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. الوضع القانوني للموظف المؤقت: يحق للموظف المؤقت الحماية القانونية وفق قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، وكما نصت الفقرة د من المادة 111 من قانون العمل على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل المتفق عليه حسب طبيعة ذلك العمل ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل، بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر 3 أشهر أو المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل أيهما أقل. كما يستحق العامل المؤقت على حقيته في الإجور والمطالبة بها. سلبيات عقد العمل المؤقت: التدريب غالبا وفي كل مرة يتم فيها اللجوء إلى موظف مؤقت تكون هناك حاجة إلى تدريبه كي يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه. المشكلات المعنوية: قد تنشأ مشكلات بين الموظفين عندما يعمل موظفون المؤقتون إلى جانب أصحاب الدواب الكامل بمعنى القيام بنفس المهام الوظيفية في نفس ساعات العمل مع عدم تقديم نفس المزايا. المشكلات المتعلقة بالسلامة: أنواع محددة من الوظائف المؤقتة تعتبر بالغة الخطورة وتتطلب مراعاة لخطة السلامة المهنية. فالسؤال ليس العمل المؤقت هنا ولكن متطلبات السلامة المطلوب تطبيقها بالنسبة للموظف المؤقت والدائم، ولا يجب إهمال ذلك بترك الموظف المؤقت يعمل تحت ظروف خطرة دون إشراف. هذا هو كل المادة، شكرا لك لاستماعك. شكرا للأستاذ فيصل. الآن مع ورقة الأستاذ حسين العربي عضو المنبر التقدمي، فليتفضل. مساء الخير. نحاول قدر المستطاع تجاوز البنود القانونية بحكم أشاروا لها الأساتذة. نتكلم شوي في المفاهيم. إذا تكلمنا عن الأمن الاجتماعي ونحدد فيه الأمن الإنساني، نقصد فيه هو تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة، بمعنى أن الفرد يكون عايش في مجتمع حاصل فيه على كافة حقوقه المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما من شأنه أنه يخف من الظواهر أو يحد من الظواهر الأخرى التي تتصل بالوضع الاقتصادي المزري اللي ممكن يمر فيه أو الوضع الغير عادل ومن ضمنها الوضع الوظيفي. وهذه الظواهر ممكن تكون الجريمة، السرقة وغيرها من ظواهر أخرى سلبية. في التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للماء عام 1991 بعنوان العولمة ذات وجه إنساني،
حدد 7 تحديات أساسية تهدد الأمن الإنساني في عصر العولمة. كان أولها عدم الاستقرار المالي وغياب الأمن الوظيفي المتمثل بعدم استقرار الدخل. في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تم الحديث في كثير من الأمور التي تتصل بالحق في العمل، منها فرصة للجميع لكسب رزقهم من عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية، وضمان المساواة في الحصول على فرص العمل وحماية العمال من حرمانهم من العمل ظلما، كما ظروف عمل عادلة ومرضية وتوفير ضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي. مؤخرا وكيل وزارة العمل، وهو ما حرك هذا الموضوع من جديد طبعا ويمكن أحد أسباب ندوة هذا اليوم، أدلى بتصريح إلى صحيفة الأيام، ما أعرف إذا في صحف أخرى أو لا، قال فيه إن عدد الموظفين المؤقتين كبير جدا. في الحقيقة يمكن هذا التصريح يكون يعني أول تصريح واضح لسنوات على ما أعتقد. كان التعامل مع ظاهرة العقود المؤقتة تعامل يتسم بالتكتم لسنوات أو العقود محددة المدة. إحنا شخصيا في جمعية الشبيبة خضنا تجربة اللي هي حملة معا ضد العقود المؤقتة، وأيضا قمة الجمعيات الشبابية اللي كانت بعنوان حقنا في التعليم والعمل. لما رحنا حق المسؤولين عشان نرفع لهم التوصيات كانت في حالة من الإنكار لأن يكون في ظاهرة عقود محددة المدة أو عقود مؤقتة إذا نحب نسميها. كان يتم التعامل مع هذه الظاهرة على أنها ظاهرة يعني محددة في بعض الأفراد اللي هي لا تستدعي أن يكون في يعني تحرك من الدولة لمعالجتها والتعامل معها. صحيفة الأيام وفيما ندر أن الصحف هالأيام تشتغل وتسوي شوي يعني كالكوليشن إحصاءات وكذي، جابت الحسابات الختامية لآخر 10 سنوات للدولة واكتشفت أن ظاهرة العقود المؤقتة زادت 212% خلال 10 سنوات. طبعا مثل ما أشاروا الأساتذة أن عقود العمل المؤقتة هي عقود محددة المدة، طبيعة العمل فيها غير دائمة مما يستلزم توظيف ناس لفترة محددة لإنجاز عمل معين. متى بدأت المشكلة؟ هل المشكلة بدأت لما وكيل وزارة العمل جو صرح بهذا التصريح اللي هو قبل شهر تقريبا، أو المشكلة ممتدة لسنوات؟ أنا في البحث خلال اليومين اللي راحوا في ما يتم تداوله في الصحف جبت لكم أبرز التصريحات التي صدرت في السنوات الأخيرة حول هذا الموضوع، هو من صحيفة الوسط تحديدا لأن الصحف الثانية يمكن سقف الحرية كان عندهم أدنى، فكان أوضح نموذج ممكن الواحد يتعامل معه في هذا الموضوع هو كان في صحيفة الوسط. في أغسطس سنة 2003 في عنوان أحد الأخبار: المؤقتون محبطون ووزير العمل يؤكد تثبيتهم قبل نهاية العام. في نفس الصحيفة سبتمبر 2003 شكوى من غياب الاستقرار الوظيفي والتبرم من نظام العقود المؤقتة. في يونيو 2004 الأعرابي: مشكلة أطباء العقود المؤقتة في طريقها للحل. في أغسطس من عام 2007 اتحاد النقابات: توجد شركات كل موظفيها بعقود مؤقتة. أعتقد هذا تصريح الأستاذ كريم راضيكم. صحيفة الوسط في فبراير 2011 الموسوي يطالب الحكومة بعدم توظيف البحرينيين بعقود مؤقتة. في فبراير 2015 موظفون بعقود مؤقتة لا استقرار ولا علاوات ولا حوافز ويمكن أن يقال لنا في أي لحظة باي باي. في يناير 2017 تسريح 66 موظفة مؤقتة من البلديات. فإذا في جادة سريعة شفنا أبرز عناوين الصحف من سنة 2003 ل 2017. فهذه الظاهرة قديمة موجودة في عدة هيئات خاصة وحكومية تتنامى، وعلاجها ما زال يعني غائب إلى حد كبير. أنا طبعا أحب أشير أن
لسنوات كان أنا ومجموعة من زملائي نشتغل يعني في أماكن مختلفة، كان من يعمل منا بعقود مؤقتة لا يحق له في الحصول على الضمان الاجتماعي. هذا يعني الحق استحدث مؤخرا، يا ريت الأساتذة يوضحونه. ففي ناس عملت لسنوات في قطاعات خاصة أو حكومية بعقود مؤقتة دون الحصول على ضمان اجتماعي، يعني واحد يدخل إلى عمر أو يصل إلى عمر قريب من عمر التقاعد وهو بلا سنين خدمة تماما. يعني هذا ما هو نوع الأمن الاجتماعي الذي يتوفر لديه؟ احنا في جامعة الشبيب البحرينية في الحقيقة في سنة 2007 تعاملنا مع هذا الملف من خلال على مستويين في الحقيقة. في صيف 2007 أطلقت جمعية الشباب البحرينية مشروعين كبيرين، وهما قمة الجمعيات الشبابية والمؤتمر الموازي لها بعنوان حقنا في التعليم والعمل. وبالتزامن مع ذلك في نفس الصيف أطلقنا برنامجنا الصيفي بعنوان معا ضد العقود المؤقتة. طبعا المؤتمر وقمة الجمعيات الشبابية، هو قمة الجمعيات الشبابية هي قمة للجمعيات الشبابية البحرينية المسجلة في وزارة التنمية أو حين العمل والتنمية الاجتماعية من تختص في شؤون الشباب. القمة تعقد دوريا وتناقش أبرز القضايا المتعلقة بالشباب. في ذلك العام كان الثيم الرئيسي للقمة أو مؤتمرها الموازي، لأن القمة تخرج بتوصيات وفي مؤتمر يناقش مجموعة من أوراق العمل، كان حول الحق في التعليم والعمل في سنة 2007. من أبرز التوصيات التي صدرت إلى السلطة التشريعية كانت تعديل بعض مواد قانون العمل بما يحفظ المواطن حقوقه، وخصوصا ضرورة وضع جزاءات صارمة على المؤسسات التي تستخدم العقود المؤقتة غير القانونية، بالإضافة إلى تشريع قوانين صارمة لمحاربة كل أشكال التمييز والطائفية في التعليم والعمل، ووضع قوانين تصون حقوق الشباب فيهما وتجبر كل القطاعات ببحرنة الوظائف، مع ضرورة استمرار إخضاع الشباب لدورات تدريبية. طبعا حملة مع ضد العقود المؤقتة شهدت عدة أشكال، منها الندوات وورش العمل والحملات الميدانية. يعني احنا ذهبنا إلى منازل ذوي العقود المؤقتة وثقنا حالاتهم، أيضا خضنا حملات تثقيفية للمجتمع، طرقنا أبواب قرى ومدن، حاولنا نشرح للناس خطورة هذه الظاهرة على مستقبلهم وعلى أمنهم الاجتماعي. الصور أمامكم طبعا لفعاليات مختلفة، من ضمنها فعالية من ضمنها زيارة ميدانية لأحد العاملين بعقود مؤقتة. إذا تبين الموضوع، كان من أبرز أنشطة حملة معا ضد العقود المؤقتة ندوة قانونية العقود المؤقتة للأستاذ محامي حسن إسماعيل، ندوة قدرة النقابات العمالية على التغيير، النقابي محمد عبد الغفار والنقابي إبراهيم القصاب والنقابي كريم رضي، وندوة قانونية العقود المؤقتة للمحامي حسن إسماعيل والمحكم بوزارة العمل عيسى العافية، بالإضافة كما ذكرت لزيارات الميدانية. أبرز ما طرح في هذه الفعاليات من تصريحات حسن إسماعيل، قال لابد من وضع تعريف ينص عليه القانون العقد المؤقت كما فعل قانون سلطنة عمان ودولة الأمارات، وهو أن العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه وإنهاؤه في مدة محددة. وقال لابد من أن ينص القانون على إيقاع جزاء يتصف بالشدة في مواجهة صاحب العمل في حالة استخدامه العمال الوطنيين بعقود محددة المدة في أعمال طبيعتها دائما. المحكم عيسى العافية قال لا شك أنه توجد مؤسسات ليست قليلة، أشد ما يعنيها هو التضييق على العامل البحريني، وأحسن وسيلة تتخذها وهي في مأمن من أي مساءلة من قبل الجهة المعنية عند وضعها لعقود العمل مع العمال البحرينيين محددة المدة، أن تكون العقود محددة المدة فبالتالي التزاماتها تقل. الأمين المساعد اتحاد العمال للتشريع والدراسات، صح كذي كان المسمى في ذلك الوقت، كريم رضي، إن الملف الأساسي الذي يستوجب على النقابيين العمل باتجاهه هو منع التمييز بين عمال العقد المؤقت وعمال العقد الدائم، وذلك على مستوى العلاوات والتأمين الصحي وغيرها من الامتيازات.
المستشار النقابي محمد المبرباطي قال أن التفريق بين العقود المؤقتة والعقود المحددة الزمن أمر ضروري، ولا يمكن أن تنشئ اقتصاد من دون عقود مؤقتة. رئيس نقابة المصرفيين في ذلك الوقت إبراهيم القصاب قال التعديل الأخير على قانون العمل وتحديدا على باب العقود أعطى أصحاب العمل حرية استخدام العقود المؤقتة، إذ إن غالبية المصارف حاليا تبرم عقود توظيف مؤقتة. طبعا احنا القمة احب اشير ان هي عقب ما تخرج بتوصياتها احنا نرفعها على شكل كتاب، يعني ما اعرف شو يسميه، ونرفع ونزور الجهات الحكومية ذات العلاقة او الجهات التشريعية نعرض عليهم التوصيات ونسلمها. زيارتنا كانت لوزارة العمل، وزارة التربية، ومجلسي الشورى والنواب. طبعا رئيس مجلس النواب في ذلك الوقت هو جوابنا قال انا احس ان البحريني اذا حصل على عقد دائم بحس بالامان وبالتالي انتاجه بيقل، فانا افضل انه يكون العقد مؤقت. رئيس اتحاد نقابات عمال البحرين الشيء بالشيء يذكر احنا طلبنا ان نقابله عشان نتعاون معاهم في هذه الحمله وفي ان هي تاخذ مدى ابعد والتعاون مع كافه النقابات في البحرين. لم نستطع ان نقابل رئيس اتحاد نقابات عمال البحرين في ذلك الوقت. مجموعه من النقابيين في ظل الصراع الذي كان قائم والذي تفجر في اتحادين الان قال لا تتعاونوا مع اتحاد نقابات عمال البحرين، هذا الملف هو منوط بهم، لا تساعدوهم في أي شيء، نحن نريد لهذا الاتحاد أن ينهار، فلا تعطونهم كريدت في أنكم تقومون بأي عمل من هذه الأعمال اللي ممكن تحسب لهم. هذا الحكي زمان يعني بس للتاريخ يعني عشان تشوفون احنا شلون تعاملنا مع هالملف والشركاء المعنيين شلون تعاملوا معه، مو عشان شيء ثاني. يعني احد النقابيين قال هاي شغلنا، ليش انتم تتدخلون فيه، انتم جمعيه مؤسسه مجتمع مدني هذا خاص بالنقابات، فما اعتقد ان الامر يتعلق فيكم. قانون العمل الجديد ذكرناه، عقود العمل المؤقته اكشلي هي واقعه بين فكي كماشه، الفساد والمحسوبيه. يعني احنا لا يمكن ان نتعامل مع عقود العمل المؤقته دون ان ننظر الى مسألة المحسوبية في التوظيف. أنا أعرف أن في وزارات كانت تعج بالموظفين ذوي العقود محددة المدة في وظائف رئيسية في الوقت اللي في وظائف فرعية لكن يوجد فيها شواغر بحكم أن المحسوبية العلاقات الأسرية والمعارف تتدخل والفساد في التوظيف، فبالتالي في ناس يستمرون لسنوات مع أنهم هم أساس الإنتاج في هذه المؤسسة بعقود مؤقتة، وناس غير مؤهلين كانت تحصل على وظائف بعقود دائمة. والبعد الآخر طبعا السياسات الرأسمالية المتوحشة. اليوم مسألة السياسات الاجتماعية للدولة أو المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لم تعد يعني أمر ضاغط على المجتمعات. السياسة الرأسمالية المتوحشة، اقتصاد السوق، العرض والطلب هي مفاهيم باتت تطغي على الحقوق الأساسية للمواطنين، وبالتالي مع موجة هذا التوحش أصبح من الطبيعي أن الحقوق العمال تتقلص تدريجيا وتصبح هناك تشريعات جديدة وقوانين جديدة وعقود جديدة تسمح بهذا التجاوز للمؤسسات لأصحاب العمل بشكل عام. أخيرا العقود المؤقتة والأمن الاجتماعي. في حين السياسات الحكومية الاجتماعية تتطلب رعاية صحية، الحق في العمل، الضمان الاجتماعي، الحق في التعليم، هل رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تقوم على الاستدامة والتنافسية والعدالة تحقق ذلك؟ هو سؤال مطروح، أدعى الإجابة إلي لكم يعني طبعا، لكن في ظل ما نشهده من اتجاه عامل الخصخصة في القطاعات الأساسية كالصحة، تخلي عن التعليم العام،
الحق العامل البحرنة في الوظائف بدأت تتلاشى شيئا فشيئا، الاقتصاد المفتوح، الاستثمار الأجنبي، تحرير الأسواق وما مآلات هذا، التنافسية اللي هي تقوم على أن القوي يأكل الضعيف، القوي هو الذي يغلب، هو الذي يحصل على كل شيء، الضرائب الغير مقننة بمعنى ضرائب على الفئات المتوسطة ومعدومة الدخل، في حين نحن من المفترض أن نطالب بضريبة النسبية، نسبة الضريبة لنسبة الدخل. كل هذا المستقبل يعني الذي يدعو إلى القلق، هل يحقق السياسات الحكومية الاجتماعية؟ هل فعلا يحقق الاستدامة والتنافسية والعدالة؟ أترك هذا الجواب لكم، شكرا جزيلا على حسن استماعكم. بعد الانتهاء من تعريف العقود المؤقتة وما لها من سلبيات في خلق حالة من عدم الاستقرار المالي وصولا للتوصيات في ظل غياب الحلول، نفتح المجال للأسئلة. في الواقع يشكر المنبر التقدمي على هذه الأمسية الرائعة التي تمس فئة هي الفئة الأولى أو الطبقة الأولى التي يدافع عنها ونذر نفسه إليها. وأنا يعني بالإضافة للإشادة أتوجه بطلب تكثير من هذه الندوات، يعني من مثل هذه الندوات. يعني أنا تراوالي أن أحاول بعض الملاحظات اللي أكثفها، يعني الأوراق متكاملة يعني رائعة وجدا ومتكاملة، سواء بالبعد الواقعي أو البعد النظري أو البعد القانوني والسياسي اللي اختتم به الرفيق داريبي. بالنسبة لقانون العمل الأهلي، يعني من السخريات القدر أو من السخريات السياسية التي أرادوا لها، يعني لأن أصحاب قرار إن كان العمل الحكومي محبذ عند الناس، يعني ذاك المحسود اللي يشتغل بالعمل الحكومي يقول لك ليه أمان ولا يعني. وين اليوم وصلنا؟ وصلنا لا يختلف من ناحية الأمان والعامل أو الموظف في وجوده في مؤسسة حكومية لا يختلف عن القطاع الخاص، بمهزلة ما يسمى بالعقود المؤقتة. والنقطة اللي أنا أشيد بها يعني ركز عليها الأخوة، يعني يمكن حسين بعد تناول بالذات، فقدان الضمان الاجتماعي. يعني الضمان الاجتماعي فاقدين أصحاب عقود مؤقتة، وهؤلاء الموظفين بعقود مؤقتة هم عرضة إلى الفصل قبل أي عامل آخر داخل المؤسسة لإنهاء العقد أو حتى كسره بعد. أيضا مثل ما تفضل الرفيق حسين العريبي، إنه قال إن في واسطات لتثبيت أصحاب العقود المؤقتة. أنا من واقع يعني عملي مو بس في واسطات، إن عملي داخل وزارة العمل نفسها. يعني أنا لما عدت لوزارة العمل يعني فوجئت بهذه الظاهرة، ما كانت موجودة. يمكن فصلت عن وزارة العمل حوالي 15 سنة، فالجيش من الموظفين داخل الوزارة أسمع كلهم بعقود مؤقتة، ما كنت أدري بهذه الظاهرة. من خلال خبرتي الوظيفية عرفت أنه مو بس أن هادلين مثل ما قال العريبي أن بعضهم بالواسطات يثبتونه، أن ناس يحلون من برا الوزارة ما مروا بهاي نقطة الفساد المحسوبة اللي تفضلت بها، ممكن يشغلون أصحاب العقود المؤقتة مكانهم. يعني شوف التمييز الوظيفي، بالمحسوبية بالواسطة يوظف لك واحد
متدرب 10 سنوات عليها وذاك من غير تدريب بالمرة. هاي من المهازل يعني اللي صارت العقود مؤقتة. النقطة الأخيرة اللي أنا أبغي أركز عليها ومهمة جدا، إن ما حد، وأنا أدعو الاقتصاديين بالذات، بعد أنا يمكن عندي تخصص اقتصاد لكن فرعي، تخصص الأساسي علوم سياسية، إن هذه تعتبر بالمنطق الاقتصادي بطالة مقنعة، بطالة ضمن أطر البطالة المقنعة. ما يعرف بالاقتصاد هم يعطونا نسب عن البطالة في البحرين، ما يحسبون لنا أصحاب العقود المؤقتة، إن بعضهم عارفين منهم أكون بكرة بنرمون للشارع. وشكرا جزيلا. شكرا للرئيس. طبعا أيضا بدوري أشكر المنبر التقدمي وملتقاه الثقافي في عرضه لهذه الندوات الجيدة والجميلة والهادفة إلى توصيل رسالة هذا الواقع المجتمعي في البحرين وما يعاني من أزمات كثيرة. فأيضا الأوراق جيدة إنها تخلي الواحد يعني يدلو بدلوة في بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية يعني، وجيد أن وجود محامي أيضا، لأن البعد الدستوري والقانوني يصبح مهم فيما يجري من تلاعب التشريعات الوطنية، ويستثنى الدستور يعني عندما الدستور ينص على حق العمل في المادة 13، وأيضا على أنها ما وتتنظم المسائل الاقتصادية وفق العدالة الاجتماعية، ما نراه في قانون العمل اللي تطرقت له وما نراه في المسار الاقتصادي بعيد كل البعد عن العدالة الاجتماعية. وهني نركز على الأقل في مسألة أو مرتكز رئيسي، عندما تقيب الديمقراطية الحقيقية ويهمش مكانة حقوق الإنسان في التشريعات، أكيد أن العمالة الوطنية تدفع الثمن الأكبر في سوق العمل، مع أن هي الشريحة الأكبر في المجتمع ويجب أن تصان حقوقها إذا الدولة صدقت على الشرعة الدولية للإعلان العالمي والعهدين الدوليين اللي تفضلتوا بهم. للأسف الشديد هذه نصوصها كلها تؤكد على احترام وصيانة حقوق العامل في داخل المسار المهني، وللأسف الشديد نرى تراجع كبير، لا احترام من قبل الحكومة للشرع الدولية ولا أيضا احترام للجانب الدستوري في صياغة قانون عمل يعطي الحد الأدنى من الضمانات للعمالة الوطنية في ظل هذا الواقع العمالي التي حاولت الحكومة على أن تعالجها في كثير من المحطات، وللأسف الشديد لعدم جديتها تراجعت مكانة العمالة الوطنية في سوق العمل. الآن لو نسلط الضوء على يعني بشكل سريع، يعني عندما أتى القانون العمل الأخير المرسوم 36 عام 2012، ما كان يجب على الحكومة على أن تضع حتى العقود المحددة أو الغير محددة، لأن أوجدت نصوص نصين في القانون العمل، النص 110 و111، وأجازت لأصحاب العمل على أن يفصلون العمالة الوطنية وغير الوطنية عندما يريدون إعادة هيكلة في المؤسسة أو والله تغيير منتجهم في داخل المؤسسة، فأجازت الفصل التعسفي وأجازت أيضا إنهاء يعني الخدمة بسبب إعادة الهيكلة. فالعقود يعني المفترض من الجانب السياسي عندما يشرع هذا المسار أن يوجد العقود الغير محددة المدة ويترك للقوانين، ولكن نحن نتكلم عن قانون عمل يجب أن يكون بحد الأدنى بالمسارة في بعد الاجتماعي، لتصبح العدالة الاجتماعية في التشريع حامية لسوق العمل بالذات للطرف العمالي، لأنه هو الحلقة الأضعف بين العمال والحكومة. احنا للأسف الشديد نشوف ان هناك مصالح مشتركة متقاطعة بين الحكومة واصحاب العمل اوجدت هذا التشريع المتراجع عن قانون العمل السابق، لذلك يجب ان يكون هناك دور فعال للاتحاد العام نقابات عمال البحرين لإحياء العقد الاجتماعي الحقيقي بين اطراف الانتاج الثلاث. لا يمكن على ان يترك طرفي الانتاج حكومة واصحاب العمل يعني تشرع ما تريده في سوق العمل وتمارس انتهاكات صارخة في كثير من يعني من ما تريده في جانبها التشريعي
والمهني والنظام أيضا لأصحاب العمل في داخل المؤسسات، ويكون موقع العامل موقع ضعيف لا حول له ولا قوة في عملية التسريح والأجور. في آخر أساس لا أطول، يعني أرادت الحكومة على أن تصلح، وكلكم قرأتوا مشروع ماكنزي، كان سبب دراسة ماكنزي وإصلاحاتها لأسباب تدني الأجور العمال البحريني لنسبة البطالة الكبيرة، وأيضاً لتدفق العمال الأجنبي. من 2004 إلى يومك الآن ماذا حدث في سوق العمل؟ بالعكس، الآن البطالة ما زالت نسبتها عالية، بل يعني البطالتها أسوأ من السابق. الآن عندنا مخرجات جامعيين موجودين في البطالة، أطباء، مهندسين، ممرضين. العمال البحريين وصلت على مخرجاتها جامعية ولا تحصل على يعني وظائف لائقة في سوق العمل. الأجور ما زالت متدنية، والعمال الأجنبية إذا كانت في الفترة السابقة في حدود 450,000، اليوم وصلت 600,000. أنا أقول على الجانب على الأقل الاتحاد هو له الدور الفاعل في إحياء الحوار، بمثل ما تطرق للحوار الاجتماعي، على أن توجد يعني نصوص واضحة وصريحة بأن يكون حق العمل للمواطن حق أصيل، ويكون هناك نسبة واضحة للبحرين، والرجوع إلى القانون السابق في التوظيف أول للعمل البحريني من ثم العربي ومن ثم الأجنبي، والفصل يكون بالعكس للأجنبي أولا وليس للمواطن البحريني، وأن تكون هناك ونعلنها من الآن أن 600,000 عامل أجنبي في هذا البلد تعتبر وظائف شاغرة للعمال الوطنية، وليس العامل البحريني يعني مثل يحرث في بحر من أجل الحصول على الوظيفة. وكل مخرجات التوظيف أو في السياسة التنموية الاقتصادية، الوظائف للأسف الشديد إن كانت عالية الأجور المتدنية الأجور كلها للعمالة الأجنبية المهاجرة وليست للعمال الوطني. عودة النسبة، عودة البحرنة، الشراكة الحقيقية في صنع القرار الاقتصادي الاجتماعي، إذا ما تكون هناك يعني طرف قوي في داخل بين أطراف الإنتاج كطرف عمالي نقابي، الحماية الاجتماعية والأمن الوظيفي للعمال الوطني ستكون مهدورة سنوات طويلة، وفشل واضح في ما يرسم من سياسات اقتصادية واجتماعية في هذا البلد. شكرا. شكرا أستاذ كريم. شكرا للممر التقدمي، للأخت المديرة والأخوان. أنا عندي بعض النقاط السريعة. طبعا الكلام اللي ذكر الأستاذ جمعة الخليل بالنسبة لموضوع التمييز، الآن يعني في الحقيقة في مشكلة في ظاهرة أيضا انتقلت حتى للشركات اللي احنا كنا نعتبرها شركات أساسية، يعني الجريت ناين أو الجي ناين، الشركات هذه أيضا قامت تتوظف بعقود مؤقتة، وهي شيء مؤسف لأن هي شركات كنا نعتبرها يعني شركات طبيعة أعمالها دائمة. بالنسبة للتمييز في موضوع الآن يطرحونه دائما، تتحجج بوزارة العمل، وأيضا بعض المحامين يتبنون هذا الرأي، وهذا يبغى اجتهاد تشريعي، أنهم يقول لك لا تمييز، لا يمكن يعني اعتبار التمييز في حالة عدم تماثل الأوضاع، يعني أن من حق صاحب العمل أن يميز بين عقد مؤقت وعقد دائم لأنها ما في تماثل أوضاع، فمثلا ناس يشتغلون جدة الآن يقول لك أنت ما لك تأمين صحي، تأمين صحي خاص بالعقود الدائمة. نعم لو اثنين دائمين يقول لك هذا تمييز، أما إذا كانت العقود هذا محدد وهذا دائمة فهي مو تمييز لأنه ما في تماثل الأوضاع، وهذا يبغى اشتهار تشريعي. طبعا هو أكيد مثل ما قال الأخ جمعة هي ظاهرة عالمية وليست ظاهرة محلية. إحنا معركتنا يمكن الحين ما نقدر نوقف هذا طوفان العقود المؤقتة، طالما أن الآن ما في شركات الآن توظف عقود دائمة حسب علمي، يعني الشركات الكبرى حتى ما في، يعني اللي أتذكر أنا أسري حديد الصلب ألبا الكل يعني الآن أنا قس ما أدري يعني مش لوب هناك. فنعتقد إنه يعني في ظاهرة بالفعل، لكن على الأقل إذا قدرنا نضغط ضغط مشترك بوقف التمييز يمكن نقدر إحنا نوصل إلى أن يصبح صاحب العمل ما عنده يعني هذا الأدفانتج إنه يروح للعقود المؤقتة. أخيرا كلام اللي قاله أستاذ حسين مهم جدا، ونعتقد أن الشراكة بين الجمعيات السياسية تحديداً وجمعيات المجتمع المدني ثانياً وبين الاتحاد العام والمنظمات النقابية مهم جداً. تجربة الجمعيات الشبابية وتجربة جمعيات الشبابية تجربة جداً مهمة، وأنا أتمنى يكونوا وثقوها علشان تعرض وتدرس، وأيضاً ممكن يعاد من جديد تصميمها وإعادة إنتاجها، ممكن حتى استخدام وسائل لما استخدمتونها مثلاً وسم، يعني مثل ما استخدمنا احنا مره في عمال ضد الغلاء
واسم معين هاشتاج لمدة يومين يوم مثلا حملة معينة ضد العقود المؤقتة تدخل فيه عشرات الآلاف من العاملين. يعني بالإمكان يعني أتمنى أن هذا الجهد ما يصير مقطوع ويتواصل، والاتحاد العام مفتوح صدر لكم لاستقبالكم من أجل العمل المشترك يعني. وشكرا. شكرا رفيق فلاح. شكرا لجميع المحاضرين على المقدمة هذه الأوراق القيمة. بحقيقة في نقطتين أنا بغيت أتحدث فيهم، أولا بخصوص الضمان الاجتماعي للعقد المؤقت. ما ينص عليه قانون رقم 24 لسنة 76 بخصوص التأمين الاجتماعي لم يعني لا يشير إلى هذه الحالة بالذات، بل هو يؤكد على يسري هذا القانون على جميع من يعمل إلى شركة خاصة أو مؤسسة خاصة أو جمعية تعاونية بعقد عمل، هذا من يستثنيهم بقانون خاص. ولا أعتقد أن هناك قانون أو لم أطلع على هناك قانون يستثني العمالة والعقود المؤقتة من الضمان الاجتماعي. أنا أعتقد أن هذه تعتبر مخالفة لقانون الضمان الاجتماعي، ومن حق هاي الأشخاص أن يلجؤون للقضاء، خاصة من عملوا بعد 2006 حيث القانون طبق في آخر مراحله 2006، وهي اللي تلزم كل صاحب عمل لديه حتى لو عامل واحد أن يؤمن عليه. وبذلك أنا أعتقد هذه، وهذه يمكن مسؤولية بعد أيضا الاتحاد متابعة هذا الموضوع، وهذه أكيد القانون حسب فهمي إليه ينص على هذه. الشغله الثانيه اللي بغيت يعني اسال عنها استفسر بالذات اخوي ابو احمد جمعه، هو شيء جيد ان احنا نستعرض المشاكل والقضايا ونطرح بعض التوصيات، بس اعتقد ما ادري هل هناك الى الاتحاد العام تصور الى اليه شلون احنا يعني او هو الاتحاد بالذات ونقاباته مواجهه هذا الواقع الرديء. يعني احنا اعتقد لا يعني ممكن ان مؤسسات المجتمع المدني الاخرى كجمعيات سياسيه او جمعيات شبابيه او هذا تسلط الضوء، لكن مثل ما اشار رفيق حسين الى ان هذا شغل يعني في احدى الردود احد النقابيين ان هذا شغلنا، اذا متى ما هو شغلكم اذا اعتقد يتوجب عليه ان احنا نضع الاليات لمواجهه هذا الواقع. يعني لا يكفي ان احنا فقط نشخص، اصبحنا مسؤولين عن مواجهه هذا الواقع. في اي احد عنده اي مداخله؟ نفتح المجال للمتحدثين بالرد. استاذ جمعه. طبعا اشكر اخواني على مداخلاتهم القيمه. طبعا اكيد كل لدينا هذا الهاجس، وكل من كان هنا موجود يعني اكيد يفكر كيف نوجد حل او كيف ان احنا نستطيع ان نقف امام هذا الخطر اللي يواجه شباب هذا البلد. طبعا يمكن انا بس ردا على سؤال اخوي ابو فلاح فيما يتعلق بموضوع دور الاتحاد، طبعا اكيد دور الاتحاد موجود، وانا اؤكد ان اليوم الاتحاد يعمل في هذا الجانب من خلال يعني مؤسسه الاتحاد نفسها وكل من ينضوي تحته. طبعا احنا مرينا في كثير من يعني الاوقات او يعني الفترات اللي فعلا كانت هناك في عقود مؤقته داخل بعض الشركات وتحرك لها الاتحاد على سبيل المثال، يعني للحصر يعني للتعميم في بعض الشركات. يعني على سبيل المثال كنت انا في شركه بنغاز وكان في عقود مؤقته وكذا وتدخلنا واستطعنا ان نوقفها، وفي شركات اخرى ايضا تحركت، وهذا كله بدفع من الاتحاد. طبعا هناك سياسة موجودة والآلية موجودة، إذا أتتنا هناك أكيد من يعني يذكر أن هناك في بعض التجاوزات في هذه الشركات، نحن نحاول بقدر المستطاع أن نتواصل مع هذه النقابات ومن خلال الأمانة العامة نتحرك في هذا الجانب. طبعا مثل ما تعرفون يعني هذا الظاهرة مثل ما قال أخي كريم أن يعني أصبحت موجودة في كل الشركات، وأصبحت المشكلة كبيرة، ومثل ما ذكرت أنا يمكن في الورقة أنها أصبحت اقتصادية بحتة، الكل ينظر لها
يقول لك انا اوظف مثل ما قال اخوي حسين ان اوظف يعني مؤقت افضل من اوقف يعني مالي غير مؤقت من اوظف مؤقت على اعتبار انه يكون يعمل بجد اكثر وكذا. لكن احنا دورنا ان شاء الله سيستمر ويعني نحاول نرصد هذه المخالفات ان وجدت، خاصه فيما يتعلق بموضوع الضمان الاجتماعي. نصور مثل ما تفضلت انه هو يعني لا يوجد قانون يعني يسمح وكل من يعمل من المفترض انه يكون مشمول بهذا الضمان، الا ان هناك في بعض المؤسسات يعني اذا احنا نعرفها اكيد سنتحرك لها، وهذا دورنا احنا في هذا الجانب. وشكرا. استاذ فيصل عندك اي راي؟ انا يعني اتفق ويا الاخ رضي في ما قاله بان تعتبر العقود المؤقتة تدخل ضمن البطالة المقنعة، فهذا يتراوي من تشخيص صحيح، لأن لأنهم يعني دائما بدون أمان. يعني بالنسبة للأخ محمد عبد الرحمن، يعني صحيح أن الدستور ينص على الكثير من الأفكار الجميلة والقيم الجميلة والحق العمل في الدستور والعدالة الاجتماعية، لكن هذه الأشياء لا يعني هي تعتمد في النهاية على قوة النقابات وقوة الحركة العمالية على الساحة وكثر هي تستطيع أن تنتزع هاي المكاسب. يعني فهذه إن ما موجود في الدستور لوحده لا يكفي ولا يكون بديل عن العمل على الأرض يعني أساساً. أنا أيضاً أتفق ويا اللي قال الأخ فلاح بأن يعني الضمان الاجتماعي ما في نص يمنع العقود المؤقتة من يكون لهم ضمان اجتماعي، طبعاً إلا أنه يعني يشكل عقبة في وجوههم أثناء العمل، لأنه ما بيقدر يطالب يكون له ضمان اجتماعي في حين أنه محتاج أنه يعمل، ولكن ما في يعني نص يحرمهم من هذا الموضوع. شكرا. نشكر المتحدثين والحضور. وفي الختام وبدخول مفهوم ليونة العمل عالم الاقتصاد والسياسة والقانون منذ حوالي 30 سنة مصاحبا سيادة منطق العولمة، مما يضرب استقرار العمل بالنسبة للكادحين وبالتالي المراهنة على مداخلهم بتقلبات سوق العمل، ونشر عدم الاطمئنان بين عائلات العمال وتوسيع دائرة الفقر والتهميش فاللجوء إلى العقود المحددة المدة مع تقليص متزايد للكادحين المشتغلين في إطار العقود غير محددة المدة ينتج عنه حرمان العمال من الحقوق التي يضمنها قانون العمل والدستور. تصبحون على خير.